بالنسبة لهذا الميسو خويا شحال عنده؟ الله بالله ما باقا صغير، يعني غتكون عنده شي 5 شهور في الشهر هكاك. الشريط اللي كان كيحفظ عليه ديال الجع ده هو. نبداو من اليمن، نبداو من اليمن. اييه كاين هذا الحداد هذا. اييه ما شاء الله. يعني كسيوه زوينه، الاصل ديالو جدر هذا ولا ولد. خويا حسن نبداو بهالطوير هذا. مرحبا اخويا عادل، تبارك الله. يعني كيف ما قال الاخ حسن قرع، يعني ولاد العام كان محطوط عليهم الحي والشريط. الحي والشريط تبارك الله. 5 ايام دابا باش محيد لهم السيكل. خير شي واحد الكلام كيتكلموا. اخ حسن السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيدير اخويا؟ صافا مزيان الله يحفظك. الحمد لله امورك مزيانه. الله يلا كلشي مزيان. كيدير مع الولاعه؟ الحمد لله كنت بدا مزيان. الله يلا بخير، حامدين الشاكرين اخويا. خويا حسن اليوم جبتي لنا في الطويرات، جبت قرع حفاظ اللهم بارك، سامعين الشريط وضارب واحد الجدر وداني اللهم بارك. تبارك الله. جميع المتتبعين ديال طائر حسون المغربي. الله يكبر فيك اخويا حسن، الله يكبر فيك. داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. شكرا شكرا. الاخ حميم وجميع الاخوان المتشبعين. الاخ حميم دائما معنا. وعليكم السلام اخ حميم وجميع الاخوان اللي هما يعني كيخليو لنا واحد يعني تعاليق محفزه باش دائما يعني كيوصلهم الجديد. خويا حسن نبداو بهالطوير هذا. مرحبا اخويا عادل. تبارك الله. يعني كيف ما قال الاخ حسن قرع، يعني ولاد العام كان محطوط عليهم الحي والشريط. الحي والشريط تبارك الله. 5 ايام دابا باش محيد لهم السيكل. خير شي واحد الكلام كيتكلموا. يعني اللي خداهم الله يسخر ليه. أخوي بالنسبه خويا للثمن واش داير ثمن موحد؟ ثمن واحد. انا تنقول 600 500 درهم. 500 درهم هو البيع. كاين هذا تبارك الله راه كيفرفر بجنيحاتو. المهم حنا غادي نقربوا الصوره للمتتبعين، واللي بغى شي حاجه الله يسخر ليه غي غادي يعني يشير لك الطير فلان فلاني بحال دابا هذا. وكاين شي اخوان كاين بوشيطه كحله. اييه وشرابه زرقاء. المهم هما معروفين. وكاينين اخويا شي اخوان اخويا عزيز. اييه وصيني انا ما بقيتش عاقل لهم. مرحبا يكون عندك شي قرع صيفط لينا. وكاين هذا اللي شاف شي حاجه اللي في بوشيطه يعني موف وشرابه زرقاء. ها هو تبارك الله كسوه زوينه راه باقي مازال يعني المنقار ديالهم باقي كحل، يعني باقي مازال يعطيو مازال يصفي. اييه يلا جبتيهم اخويا حسن. انا مرحبا مرحبا. وكاين تبارك الله هذا اللي في هذه الميكه مخطه شرابه بيضاء، في واحد الخيطه بيضاء في راسو خيطه صغيره. هاد القرعه اخويا حسن يعني دايره شمن شهر؟ شهر 5. ديال شهر 5. شهر 5 تقريبا غتكون عندهم اخويا شي 5 شهور صحيحه. تارودانت وازيلار. تارودانت وازيلار احسن مراكب كيف ما كتسمعوا الاخوان. وكاين هذا اللي في بوشيطه يعني كحله وشرابه بيضاء تبارك الله حتى هو يعني زوين. هذا زوين اخويا حسن. كلهم اللهم بارك اخويا عزيز. بحال كاملين ناضين صراحه. غير شوف كل واحد يعني الشوفه ديالو وفين كيرشاح. وكاين هذا اللي في هذه الصاشيه يعني حمراء وشربه بيضاء تبارك الله. يعني حتى هو كسوه زوينه. كيبانوا بحال الجدوره في الهيئه ديالهم. وهذا الصديق يعني انا وياه فهمتيني، انا كنحفظ انا وياه ما شاء الله. هذاك الطوير حتى هو ديالك؟ ديالي. تبارك الله هذا راه باقي كيصفي. هذا المرقد ديالو تالو دارت هذا عاقل عليه.
اللهم بارك اخويا عزيز، ما جيبش الكسوه مزيان هذا باقي انا باقي ما مكملش. والله ما تيسكت تبارك الله. هذا راه اللي شافو خويا حسن يقول لك نتوا. لا 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 فهمني فهمني، ها انت ها انت شوف الا شفتي خويا في الراس ديالو داكشي شوف اللي شافو سبحان الله العظيم. هي هي واش تبارك الله الودعات تبارك الله والاول المنقار ديالو اللهم بارك اللهم بارك. لا راه انا ما قلتش لك نتوا غير هو في الشوفه يعني الشوفه ديالو دائما الشوفه ما كتعطيش وبالاخص المبتدئين اللي ما كيعرفوش الطيور غنشوفهم من اللور حيت باقي هذيك هذيك الشوبيه غيطلعك خويا هذيك خويا حسن يعني اللي بغى شي حاجه مرحبا والف مرحبا. مرحبا حسن بالنسبه للنمره ديالك اخويا اللي بغى شي حاجه يتواصل معاك ومرحبا والف مرحبا. الله يحفظك خويا اخويا عزيز. بالنسبه للنمره اخويا عزيز 06 51 73 94 19. بعض الاخوان كيقول لك يعني كتصور مع نفس الوجوه، حنا كنصور مع الناس المصداقيه والناس اللي هما يعني حاضرين وما كيخسروش لينا يعني ملي كتجي عنده لا وما كيخسروش لنا. ملي كتجي عنده كتقول لي خويا مثلا خويا حسن عندك شي طويرات كيقول لك على الرحب والسعه كيقول لك مرحبا الف مرحبا فهمتي يعني ما كيخسروش لك. واحد اخر كتمشي عنده كيهز النيفو لفوق ما كيتسوقش لك وما كي لا لا خويا لا هادشي هادشي اللي خلانا يعني نصوروا مع هاد الناس هادو يعني ودائما يعني كان عندهم بلاصه يعني في القناه يعني بهاد العباره هذه. تبارك الله عليك خويا حسن والله يسخر لك اخويا. شكرا تحياتي خويا. خويا مصطفى بخير. خويا خير الله يعطيك. بالنسبة لهذا الميسو خويا شحال عنده؟ الله بالله ما باقى صغير. يعني غتكون عنده شي 5 شهور في الشهر. هكاك. الشريط اللي كان كيحفظ عليه؟ الودانية هذي. الودانية. ولكن راه يعني عنده واحد الميول لمالاكا. كيقرب شوية. كيضرب واحد النوطات ديال مالاكا يعني التغاريد اللي كاينة في مالاكا. ولكن ما كيفينيش يعني بالتشاوى العيوب فيه واحد الكناريه. هذاك اللي كتسمى ماشي كناريه هذاك عز. نعم اخويا كلامك هو الكبير. شنو هي كتسمى اش كتسمى؟ هذاك ديال الحداديه ديال الحداديه. كيضرب حتى الحداده هذه في الودانيه. المهم غادي نحاولوا يعني نشدوا الكلام ديالو كامل والناس اللي كتتفرج واللي كتشوف يعني وكتسمع التغاريد هي اللي غتحكم. هذا على حد ما كيضرب لك تي 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 ما كيضربهاش ما كيضربها كيدير لها تسيت 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 كيدير لها بحال هكا تسيت 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 ماشي تشي تشي تشي. المهم حنا دابا شوف راه كنشرحوا هذاك الشيء. مرحبا مرحبا. هما الكنار كبينه الميسو مازال كيرتف في كلامه خويا مصطفى. مازال شي كبيره باقا صغيره مازال. لا قادر لا مجهود حتى. انا كيبان لي انا كان محطوط عليه مالاكا والله اعلم. لا راه كيضرب واحد الودانيه. شتيها؟ اه. هذا راه يتقاد هذا. الا كان ولد العام مازال يتقاد ولكن الا بقى شي حاط عليه كلامه ما خرجشيش يعني حدا الطيور يعني الميسو راك تعرف خاصو يبقى يعني معزول على الطيور اي حاجه ممكن انه يشدها العيب اللي ضربو فهمتي. ولكن شوف انا راه ما غادي نقول حتى شي حاجه انا راه حيت ملي كنجبد العيوب كنولي خايب فهمتي شي وحدين ما بقاوش باغي يصوروا معايا يعني على حسب هاد القضيه هادي وهاد المساله هادي واش كاين اخويا مصطفى ولا لا يعني ما يتقلقش بنادم لا راه حيت علاش اللي بغى الفرخ راه شوف راه ما فينو فينو راه ما كاينش
في نورا كيدير 3000 درهم متفق معاك متفق معاك وراه كاين شي واحد مثلا تيعيط ليا كيقول لي داك الطير كيدير يعني كي خاصك تقول لي راك سمع قول لي راك سمعتي اللي فيه انا بلا ما يعيط ليا كنقولها ليه يعني على المباشر في الفيديو ما كتزيدش ولا كتنقص الله يرضي عليك خويا مصطفى شحال كتطلب في هذا الميس 700 درهم واللي بغاه اكيد غادي تنقص بطبيعه الحال باش يعرف بنادم يعني ماشي ثمن بريفيكس انا كيعجبني بنادم اللي كيقول تشامه يعني ناضي من الاخر الله يحفظك كلمه واحده زوينه علاش تقدم كاين اللي كيقول لك ولا اللي تيعيط في الخاص وهذه انا هذه المساله هذه يعني كنحاول يعني نتفاداها باش يعني كل شيء يمشي على خاطره الناس المشبعين يعني تقول لك راه اللي كاينه يعني كاينه خويا مصطفى بالنسبه خويا النمره ديالك 07 17 84 85 96 تحياتي خويا مصطفى والله يكبر بك هذه تسد ضربها ديال الحداد راه شريك الكنايه لا ها وحده اخرى ها انت مازال كندويش على هذه راه كيضربها الثانيه هذه لا ضروري الاخر بالكلام هذه تسد 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 شناهي حداد اصاحبي المهم واش دابا هذا الشكل دابا راه بالمغا كيسحبوها كناريه راه حنا شوف كنحاولوا يعني نسمعوا التغاريد يعني نفلتريو اولا نغربلوا يعني التغاريد ونقولوا العيوب اللي في الطير هادشي اللي كيدير الخوت تحيه لكم وشكرا والله يسخر لكم في الولاعة بو محمد السلام عليكم نهارك مبروك اخويا الله يبارك فيك اخويا كي داير لاباس عليك الله يبارك فيك اليوم جبتي لنا بو محمد اييه جينا اخويا هاد الجزر ديال الجعده هو نبداو من اليمن نبداو من اليمن اييه كاين هاد الحداد هذا اييه ما شاء الله يعني كسيوه زوينه الاصل ديالو جدر هذا ولا ولد والله ما عرفت ما انا يعني انت شاري شاري عنده شهير هذا شهر يعني يلا عنده شهر يلا عنده تبارك الله كيبان لي عاقل في القفيه واخا هو يعني حراكي حراكي بالنسبه خويا الكلام واش مكلم لا كيضرب بعض المرات ولكن باقي ما داصرش مزيان يعني يلا بدا كي يلا بدا كي فوالا كينطق هادشي اللي كاين الثمن ديالو 120 درهم 120 درهم شحال غتكون عنده يعني في فلاش ديالو لاش ديالو انا يعني بحكم انك كدير يعني لحدا حد وكتربيهم لا يقدر حنت دابا مصفين هذوك القرى دابا راه تصاحبوها دوها كبير يلا تجدر يلا تجدر غادي يكون ولد العام هذا تقريبا الثمن شحال قلتي ليا 120 درهم بالقفز ديالو بالقفز ديالو اللي بغاه بلا قفز 100 لا بالنسبه للماكله اش كتعطيه؟ سيكاليم وكاوكاو مطحون كاوكاو واللي بغيت الله فيه يعطيه الدود مره ضروري ضروري هذه جدره هذه جدره يعني كانت في البداله هذه باقا في البداله راه باقا كتصفي باقا كاعيه باقا كاعيه باقا كتصفي حيت المرحله ديال البداله راه ماشي مرحله سهله بو حمرون تبارك الله عليك الله يبارك شحال الثمن ديالها 100 درهم 100 درهم هذا قرع وكاين هذا القريع يعني يلا بدا كيرشم يلا بدا كي هذا 220 درهم 220 بالقفز ديالو بلا قفز 200 بلا قفز 200 درهم وكاين هذا بحال مغوبش لا هذا راه في البداله تا هو في البداله عندك الطويرات مغوبشين في حيت في البداله في البداله الثمن ديالو هذا 500 درهم وكلام كيخرج بشي كلام هذا التريطه هذاك حاول التريطي لا هو هكاك مكون هذاك ديال بجعد هذا جدر جدير ديال بجعد ما شاء الله تا هو هذا خارج الكلام بدا بجوج ومداو خارجين مرحبا ترى تا هو يلاه خارج الثمن ديالو قول 600 درهم بو محمد حاول انك يعني تغطي الطويرات دابا باش ناخذوا النمره ديالك علاش قلت لك بو محمد غطي الطويرات ديالك حيت محطوطين يعني في الظل وجاي واحد البرد يعني يقدروا يتقرصوا لك هنايا من الاحسن بو محمد اعطيني النمره ديالك 06 95 28 96 40 تحياتي بو محمد والله يسخر لك في الولاعة الله يبارك فيك
خويا عزيز السلام عليكم. وعليكم السلام. طوير ما شاء الله تبارك الله، في واحد العيب ولكن وصل الكلام يعني ديز هو هذا حجر، واحد جدر هذا دخل الاصل ديالو جدر. اي جدر عنده بداله وحده، اول بداله لي اول بداله. اذا دابا غتكون عنده دابا شي عامين هكاك تقريبا. ترى يلا خرج بداله ياك، يلا خرج المقاروره باقي كحل التيك ديالو حل. المنقار ديالو تبارك الله راه كيلاقي المنقار. شوف تبارك الله خويا عزيز، اللي غنسولك عليه هو الثمن. الثمن اخويا كان مناسب، نخليو 1300. 1300 درهم. 1300 درهم. واللي بغاه اكيد كيف ما كنقولوا دائما اخويا غدير معاه ثمن مناسب طوير يعني سوا زوينه. يلاه خرج، يلاه خرج. اييه ومازال مازال يقول كيف ما كنقولوا. طير شارمو تبارك الله زين تبارك الله. شوف الهيئه ديالو تبارك الله، الهيئه ديالو راه زينه الطير كي داير. والله يجيب لي شي دار كبيره. هادشي اللي كاين بالنسبه للنميره ديالك اخويا عزيز 06 06 48 48 65 65 30 30 15 15.